بعد 3 أشهر من احتجازه من قبل الشرطة، تم الإفراج عن الفنان الصيني آي ويوي بكفالة، وهو اليوم يأخذ الأمور بترون. لم أرتح حتى الآن، لست متعبا. هذا الناشط الذي يعرف بصراحته لا يزال قيد التحقيق ويتم تقييد تحركاته. لا يمكنني مغادرة بكين. وزارة الخارجية قالت إن الشرطة أفرجت عنه بعد اعترافه بتهربه من الضرائب ولأنه يعاني من مرض مزمن وهو السكري. الفنان البالغ من العمر 54 عاما لا يعرف إلا القليل عن ظروف اعتقاله. ليس من المحتمل أن يكون قد تم استخدام العنف، ولكن التهديد الضمني مستمر. بالتأكيد يمكن للسلطات أن تلحق الضرر بمهنة أي شخص، تولد الخوف وتمارس الضغوط على المعارض وعائلته. أغضب هذا الفنان السلطات في تورطه في عدد من الحملات الحساسة وانتقاده للحزب الشيوعي الحاكم. اقتيد بعيدا في نيسان أبريل كجزء من حملة الحكومة ضد المعارضة، وأعقب ذلك دعوات على الإنترنت لمظاهرات تضاهي تلك التي يشهدها العالم العربي. أثار ذلك ضجة دولية، ودعت الحكومات الغربية وجمعيات حقوق الإنسان مرارا للإفراج الفوري عنه. حاليا تعتقد السلطات أنها من انتصر. الخيار المطروح بالنسبة لآي واي واي هو مغادرته البلاد، وهو أمر مقبول من السلطات. الخيار الآخر هو أن يلتزم الصمت لفترة وسيواصل نشاطاته، ثم يعاود الكلام مرة أخرى. الكفالة صالحة ل12 شهرا. في الوقت الحاضر يستمتع آي ويوي في وقته مع عائلته ويدرس خطوته المقبلة.